نطلع الديزايرد لوكيشن. اذا اول شيء عندي هون عندي بوينت 2 بدها تساوي اكسبوننشال ماينس زيتا باي على سكوير روت مع زيتا سكوير، وطلعت معنا قبل شوي كانت زيتا قديش بوينت 45 مظبوط، وبيتا طلعت 63%، مش هذا اللي حليناه قبل شوي؟ نفس اللي حليناه قبل شوي. اوكي مكمل هون، فطلعت معي هاي الزاوية اللي هي كانت 1.01 radians. اذا هذا راح يعطيني الان، هي اعطاني قيمة زيتا، راح اعطاني هذا الخط اللي موجود هون وهذا الخط اللي موجود هون، وهاي هون 36 درجة واعطتني زيتا. النوع الجزء الثاني تي اس راح يكون اقل من 2 seconds، اذا 1 على زيتا اوميجا ان بتساوي سكند، من زيتا اوميجا ان بده يساوي 2، اذا اوميجا ان بدها تساوي 2 على زيتا، زيتا كانت 0.45، قديش 2 على 0.45 بتعطيني؟ 4.4 رادس بير سكند. نعم بس الراديان بتطلع 1.1 مش 1.1 راديانز. اوكي و63 مظبوط، هي 63.4. اوكي 1.1 راديانز مظبوط. هيك يمكن بالمثال اوكي يمكن غلطنا بهذا الرقم عن هنا. اوكي وهي مظبوطه هيك 0.45، هاي مظبوطه وهي مظبوطه. اوكي صار عندي هلا هون عندي 4.4، اذا في شيء لازم نعدله هون. زيتا هاي زيتا مظبوطه مش هيك، فهذا الرقم صحيح 4.4 راديانز. ايش بدنا نطلع الان؟ اوميجا دي. اوميجا دي شو بتساوي؟ اوميجا ان في 1 ماينس زيتا سكوير اللي 4.4 في جذر 1 ماينس 0.45 تربيع 3.9 رادز بير سكند، تقريبا يعني 4 مش هيك. وهاي كانت عندي، هاي عندي 2. اذا هذا المثلث الان هذا الضلع طوله 2 مش هيك، وهذا الضلع شو طوله؟ تقريبا 4، نحطها 4 ونخليها 3.9 4. اذا شو بصير البول اللي فوق هذا؟ هذا ايش الريل ولا الايماجينري؟ اذا هذا عندي ناقص 2، اذا الديزايرد بولز اس 1 اس 2 بيساوي ناقص 2 زائد ناقص 4 راديانز بير سكند، وهذيك الثالثه كانت اصلا اس 3 تساوي ناقص. هاي نفس الارقام اللي كانت من المثال قبل شوي بس 6 اختلفت، كانت 10. اوكي تمام. اوكي هاي صار عندي. نعم بقدر ما اطلع بيتا واوميجا دي واطلع الروت من الفورم بصير 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 زي ما بدك زي ما بدك بصير. طلع هاي هلا طلعوا معي هاي البولز الثلاثه اللي بدنا نشتغل عليها.